يأتي فوق المنبر خطيب ما كان يقول إلا ست كلمات فقط، ست كلمات كان يقولها فوق المنبر، وإذا بالمجلس كل ينقلب بالبكاء. عجيب، شنو كان يقول؟ كان يجي فوق المنبر، يجلس على المنبر ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله فقط، السلام عليك يا أبا عبد الله، ست كلمات، وإذا بالمجلس كل يضج بالبكاء. عجيب حقيقة هذا التأثير. سألوه شنو السر في ذلك؟ قال في الواقع أنا كنت في أيام شبابي في كاشان في ليلة العاشر من المحرم ذهبت وقرأت وعدت إلى بيتي في منتصف الليل، حوالي منتصف الليل، منهك متعب. هنيئا لأولئك المتعبين في حب الحسين صلوات الله عليه. الإمام الصادق أو الإمام الرضا قال اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في حب الحسين صلوات الله عليه. عدت منهك متعب إلى بيتي، جاءني شخص شيخنا أو سيدنا، أكو مجلس في بيتنا، تعال إلى هذا المجلس. قلت أنا متعب ما أقدر، توسل بي. يقول إجيت إلى بيته شفت أي واحد ماكو، هو واحد صاحب البيت، أي واحد ماكو. قلت أنا متعب ما أقدر، توسل بي. يقول إجيت إلى بيته شفت أي واحد ماكو، هو واحد صاحب البيت، أي واحد ماكو. واضع كرسي، قلت تفضل. قلت له لمن أقرأ؟ قال اقرأ لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فيقول أنا مصعدت فوق المنبر وبدأت كلامي بقولي السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا بي أسمع صوت بكاء نساء. يقول ماكو نساء في المجلس ولكن أسمع صوت بكاء. تغيرت حالتي ونزلت من المنبر وذهبت إلى البيت. في تلك الليلة رأيت في المنام قائلا يقول لي إن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت حاضرة في ذلك المجلس، ومنذ ذلك اليوم بمجرد ما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله أجد هذا التأثير في النفوس المؤمنة. هذه الأيام تنقضي، أعمارنا تنقضي، ولا يبقى لنا عند الله إلا هذه الأعمال. اعمل ما شئت فإنك ميت. بعد أيام سوف نغادر هذه النشأة، فيجب أن نتزود هنالك حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة للمشاركة في عزائهم، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.